ازاي نفضل شباب على طول؟ انا عندي للاجابه على السؤال ده محورين، محور اخد بالاسباب والروحانيه والحاجات اللي تعملنا. تفضلي شباب بصدق اللسان، يفضل لسانك نضر بذكر الله، تفضلي شباب بصلاه القيام، وشك ينور الحيصه، خلو بالرحمن فاسبل عليهم النور، ركعتين القيام يخلي وشك منور والله، ولا تقولي لي كريم تفتيح ولا الكلام ده. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي أسباب تانية، بناخد بقى زيت الزيتون والحاجات تانية. كان في مجموعة تحفة جدا ونصحت بيها مجموعة من بنات، وأنا ذات نفسي جربتها، دي بقى من ضمن الأسباب الواقعية على الأرض. لكن تاني، عشان أفضل شباب على طول، عطر لسانك بذكر الله. مش محتاجة حاجة تخلي ريحة بق حلوة أكتر من ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على الرسول عليه السلام، يعطر بقك بيه. بياض البشرة والنور، مش بياض، احنا بنتكلم عن النور وده اللي يهمنا. في ناس تبص لها كده تحسي ده النور طالع من وشها، الناس دي حلوة قوي، وتلاقي البشر فيها. ركعتين القيام، خلوا بالرحمن بالليل فأسبل عليهم النور، ويا سلام على نور ربنا سبحانه وتعالى. ده الأمر. العفة والتستر والتقوى، لباس التقوى فذلك خير، اللباس الداخلي بتاع القلب تقوى الله عز وجل، واللباس الخارجي الحجاب الشرعي والالتزام بأمر الله. القرآن، ويبقى كلامك كله قرآن، ونتكلم بالقرآن ونتحدث بالقرآن. ده يعني بصوا، دي ثوابت اللي عايز يعمل بيها أهلا وسهلا. عشان تفضلي شباب، عشان أفضل شباب دايما لازم أكون طيبة الكلام. عارفين يعني إيه طيبة؟ زي النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن لا فاحش ولا بذيء ولا طعان ولا كلامه، ما فيش الكلام ده، ولا لعان. كلامك طيب، كلامك أنثى، كلامك جميل، حتى لو أذيتي برد رد محترم. وشفته كتير جدا جدا، يقول لك احنا بنحبه فلان الفلاني ده، اصله متواضع قوي وكلامه محتوى، حتى لو اذي في الكلام بيرد رد كويس. هو ده اللي احنا عايزينه، وده اللي احنا عايزين ان احنا نركز عليه. فده الجانب بتاعنا، الجانب اللي خاص بينا وبين ربنا سبحانه وتعالى. الجانب الثاني، ربنا يكرمكم يا رب حاضر. الجانب الثاني الاخذ بالاسباب، لان احنا امه السببيه والكون كله قايم على السببيه. افعل كذا يحصل كذا. ان في مجموعه ان شاء الله اسيب لكم اللينك بتاعها متثبت على الفيديو ده، او لما يتقطع الفيديو ده هبعت لكم لينك لمجموعه من المنتجات تحفه جدا استخدمتها، وكان بنات في اعدادي وفي سنة، وانتوا عارفين حب الشباب والحاجات اللي بتطلع منهم، غسول للبشرة، ومنهم سيرم، ومنهم بتاع جنو اللي هو نهاري، كريم نهاري، وبعدين الجيجا الكريم الليل، تحفة جدا ومجموعة جميلة. ممكن تشتري كل واحد لوحده او تشتريهم مجموعة، هسيب لكم اللينك بتاعها. انا شفت اثرها بام عيني لبنات اعدادي وثانوي وبنات جامعة حاجة، وكان الوش بايظ تماما، والحمد لله الامر عدل. الميزة في المجموعة دي، طبعا هي نصحتني بيها طبيبة، يعني طبيبة بشرية وطبيبة صيدلة، ويعني ناس لهم قصة يعني باع في موضوع الخبرة دي. الميزة بتاعتها ان المجموعة دي شغالة بالعلاج الخلايا الجذعية. النقطة الثانية ان طبعا اصلا انتوا عارفين علاج الخلايا الجذعية بيتعاملوا على مستوى العالم كله دلوقتي، بيتعامل بيه وبيتعامل بيه اصلا، بيحفز الكولاجين بقى، ولا تقولي لي بقى بوتكس، ولا تقولي معرفش احط فين ولا اسوي فين. وطبعا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن على البنات، حتى الكبار في السن نفس الكلام بيستخدموه، حاجة مجربة وانا شفتها بام عيني. كمان بيدي مناعة للبشرة، مش عارفة اللي قلت الخطوط اللي موجودة والتجاعيد دي برضو بيروح، مش محتاجة الكلام ده. ولو في عيوب أصلا موجودة في البشرة، هو بيعالجها بعلاج الخلايا الجذعية تلقائي، يعني حاجة ما فيهاش كيميائيات بقى ومش عارفة مواد ايه، ولا كان حتى لو في جروح في تصبغات، كل ده فيها فيتامينات طبعا ومضادات أكسدة وحاجات جميلة، وهي المواد أصلا طبيعية 100%. هسيب لكم اللينك بتاعها إن شاء الله. يعني أخدنا بالجزء الرباني الايماني اللي لا غنى احنا كمسلمين وناس يعني عباد لله ان احنا نستغنى عنه، لان ده جزء بيننا وبين ربنا. القيام، الذكر، الصلاه على الرسول السلام، الاستغفار، تقوى القلب وتقوى اللبس ذات نفسه، وبعدين الاخذ بالمجموعه اللي انا قلت لكم عليها دي مجربه، وشفت عليها بنات ثانيه، وما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك يعني.